اهلا بيكي وبالضيوفك الكرام والساده المشاهدين. خلينا اختلف بس مع الضيفه اللي كانت بتتكلم، لا هي معركه ومعركه شرسه كمان. القضيه ليست قضيه اثنين متنافسين بيتنافسوا على رئاسه مصر واحد منهم له حظ اوفر بشكل كبير، لا القضيه قضيه ان في يعني في اتجاه محاربات من دول متعدده، دول عربيه صديقه ودول اخرى ايضا يعني بتنتمي لفصائل ثانيه بأشكال مختلفة اقتصاديا وسياسيا ويعني في كل الاتجاهات. فالقضية قضية ان اللي بينزل والحشد اللي كان موجود وهذا المشهد الديمقراطي الجميل بإيصال العديد من الرسائل سواء للداخل او للخارج هي ثبات الدولة المصرية. كنا بنتكلم 4 سنوات مضت من الرئيس السيسي المرشح الحالي على فكرة ثبات الدولة، احنا بنتكلم على مرحلة بناء الدولة خلال المرحلة المقبلة ان شاء الله في كل اشكالها في كل اتجاهاتها، علاقاتنا مع دول العالم اجمع، اذا بنتكلم على طفرة اقتصادية بنتكلم على اصلاحات اقتصادية، هذا بشكل عام القضية بتاعت قضية الرسائل او المقصود من قضية الرسائل في اطار ان الموضوع يعني انا شايفه خارج بره اطار المنافسة الانتخابية الضيقة لما هو اكبر فكرة الرسائل المتعددة اللي يجب ايصالها للداخل والخارج. هذا ما يتعلق برد على ضيفتك الكريمه. ما يتعلق بالرفض بشكل عام ده ما حضرتك شايفه يمكن الثالث يوم انا بشدهه باول يوم، هو بالامس كان طبقا لكل التقارير والمتابعات الاعلاميه اللي كانت موجوده كانت الحاله اضعف ما هي عليها باليوم او اول يوم كان موجود، فانا بشد اليوم الثالث باليوم الاول اقبال جيد في بعض الاماكن، ممتاز في بعضها الاخر، محدود في بعض، لكن في النهايه نسبه التصويت بشكل شخصي. يعني استاذ محسن يعني لو قارنا نسبه الاقبال والمشاركه في اليوم الثالث للانتخابات بمقارنه باليومين اللي فاتوا الاول والثاني. ما انا كنت لسه بقول ان هو اول يوم يعني الثالث اشبه بالاول، هو الثاني بس اللي كان بالامس كان ممكن يكون في نظرا للشائعات الكثيره اللي تناثرت بالامس، بالامس واجهت موجه كبيره من الشائعات، اولا قضيه الارصاد الجويه والعواصف وهذا الامر وامطار وغيرها دي كانت في اخر اليوم. القضيه الثانيه متعلقه بتصريح تم انسابه لوزير التنميه المحليه بان هيتم غلق الصناديق في الثامنه مساء، والساعه كانت البيانيه اللي هي ساعه تناول الغذاء بالنسبه للساده المشرفين من القضاه في الثالثه عصر انها تطبق او مش تطبق، فكان في موجه كبيره من الشائعات يمكن قد تكون يعني حدت شويه من فكره التوجه الى صناديق الاقتراع او ان الناس فضلت انها تكون في اليوم الثالث والاخير. اذا بنتكلم على مقارنه اليوم الثالث النهارده قوي جدا في الخروج في محافظات بعينها، بكلمك على الشرقيه، بكلمك على المنوفيه، على الجيزه، على القاهره، في محافظات بعينها الكثافه فيها مرتفعه للغايه اشبه باول يوم انتخاب بالظبط. محسن مساء الفل، بس عشان انا ما مسيتش عليك، مساء الفل استاذ احمد صديق العزيز حبيبي. ورايا راديو اذاعه وتلفزيون يعني بستخدمها يعني دايما مصدر هام جدا للمعلومات. عايز اسالك عن الغرامه، توقعاتك هتنفذ ولا زي المره اللي فاتت ممكن ما يبقاش في تنفيذ؟ تحديدا المره دي استاذ احمد انا شايف انها اسباب كثيره ومتعدده. الاولى هو طبعا حق لكل مصر، ولكن هو حق مقسم لشقين، الاول هو له والثانيين هو عليه. هي الدوله لما او المشرع لما اقر هذا البند المتعلق بفكره الغرامه كان حرص من الدوله على فكره اشراك المواطنين في هذه العمليه، هو حق للمواطن في الاساس ولكن ايضا حق الدوله عليه في قضيه اللي. احنا عندنا اكثر من صيغه ممكن الدوله من خلالها تحصل هذا المبلغ، الاول على رخص السيارات او على فواتير الكهرباء او على الغاز او على المياه، وذهب ذهني او تفتح ذهني لدوله اخرى اتمنى ولا ادعو اجهزه الدوله ممكن من خلالها هذه ال 500 جنيه ممكن تكون سبيل شهاده امان اللي بنتكلم عليها، ان هي هتبقى في النهايه فلوس هتؤخذ من المواطن ولكن هترد اليه مره اخرى في صوره شهاده امان اللي احنا بنستهدفها. الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الحالي بيستهدف انها تغطي الشرائح. استاذ محسن ده اقتراح ولا معلومه ولا توقع؟ والله ده تمني يا استاذ احمد، اتمنى ان هذا الرقم يعني انت بتقترح انها توجه لشهاده امان ولا دي مثلا توقعاتك او؟ والله انا الى حد ما اتوقع ان هذا الامر سيطبق بشكل كبير نظرا لان الاستحقاقات الانتخابيه المقبله كثيره ومتعدده، بنتكلم على انتخابات محليات اللي هتتم في وقت ان شاء الله قريب، بنتكلم على انتخابات برلمان، بنتكلم على استحقاقات انتخابيه كثيره هتقابل مصر خلال المرحله او المراحل المقبله في اطار الاصلاح السياسي، وان في انتخابات تعدديه كل 4 سنين فبنتكلم على انتخابات رئاسه او برلمان او غيرها، فبالتالي حرص الدوله على اشراك المواطنين بنتكلم على قرابه 60 مليون صوت انتخابي. انا اتوقع استاذ احمد في اطار التوقعات اللي بنتكلم فيها ان شاء الله هتكون 40%،
نسبه المصريين اللي شاركوا، انا بتكلم على نسبه تتراوح من 32 33 مليون من اصل 59 مليون 800 صوت، ده رقم كويس جدا جدا، بنتكلم على حاجه يمكن تخطط كمان الحاجز ال 40%، ده من خلال رصد ومتابعه ميدانيه قمت بيها في العديد من اللجان او من خلال اتصالات المصادر المتعدده، ان شاء الله الرقم يقترب من هذا الحيز وده امر جيد. ولكن بنستهدف ايه؟ بنستهدف مضاعفة هذا الرقم، بنستهدف عدد كبير من المواطنين. هيجي ازاي؟ للاسف يعني بقول للاسف انه من خلال تطبيق هذه الغرامه. طيب بتتوقع اقبال شديد في الساعات الاخيره كعاده المصريين في اي حاجه ان احنا بنحب اللحظات الحاسمه يعني؟ مظبوط والله. ده انا حاسه دلوقتي، انا كنت بكلم حضرتك من منطقه المعادي، كنت برضو زي مصريين كتير مأجل صوت الانتخاب لثالث يوم. دلوقتي تحديدا وانا داخل اللجنه كم كتير من الناس بدات تتوجه على صناديق الاقتراع، يمكن للحظ بقى بفكره قبل غلق الصناديق في التاسعه مساء. وطبعا محتاجين ناكد على الساده المحترمين مشاهدين حضرتك ان بعد التاسعه مساء كل من هو داخل فناء المدرسه او اللجنه الانتخابيه من حقه التصويت حتى بعد انتهاء الموعد المحدد اللي اعلنته الهيئه الوطنيه هو التاسعه مساء. يعني كل اللي موجود في حرم اللجنه هيودي بصوته حتى لو وصلت للساعه 1 او 2 بالليل، عشان برضه لسه بنقول ان في وقت قدام الساده المشاهدين والمواطنين اللي بيتابعوا حضرتك اللي لسه ما نزلوش، يا ريت حضراتكم تنزلوا عشان حاجات كتيره قوي بنتكلم فيها، مش يعني مش مجال لسردها تاني، عشان بلدك وعشان انا حتى التقطت زي المصريين كتير، كنت حريص ان اخد صوره مع اخواتنا الافاضل. صوره الصباع الشهير يعني. اه طبعا، وقلت عشان بلدي وولدي، يمكن انا لما تفاعلت على السوشيال ميديا قلت والله وبكل قلبي قلت عشان ولدي، يعني انا في النهايه شايف ان المستقبل ليا والابني وكل المصريين يا رب يكون لهم الخير باذن الله. اشكرك استاذ محسن سميكه محرر شؤون الرئاسه بالمصري اليوم، شكرا جزيلا. ومتابعين لسه باقي التحليلات. طيب احنا كنا بنتكلم قبل ما ناخد استاذ محسن سميكة عن رسالة في المقال اللي كتبتيه على انه المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي